في عندنا ناس شديده ناس تاكل الزلط. سلم صمم الفنجان وسام عبد الله. سلام وتخيل عايزه صراحه عايزه اقول لك هاند ميد يعني قاعد اشتغل عليه بصراحه يعني بقاله شهرين بيشتغل فيها هاند ميد وعامله وعلى فكره عامله موف غامق مخصوص علشان الاحداث ما تبقاش حاجه مهرجانه ما تبقاش حاجه اوفر ما تبقاش حاجه ما تبقاش حاجه مبهرجه ما تبقاش حاجه اوفر ما تبقاش حاجه فاقعه هو من ناحيه فاقعه انا الحقيقه اول ما شفت الفستان الموف الغامق الهاندي ميد قلبي اتقبض تحس كده بمأساه